طرح فيه البركة. بس أنا كنت اخترت الآيتين الأخيرات من السورة، قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. في الآية ذكر، قال هنا: قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. بين الله أن هذا الفوز عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية، قال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. يا أخوان شوف البلاغة الجميلة، قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، الشيء اللي معهم وداخلهم الله سبحانه وتعالى محيط به. ثم أكد الأمر بختام عظيم، قال: وهو على كل شيء قدير. يا أخوان نحن نبغى بس نتأمل كيف نستوعب أو كيف عقولنا تزداد إيمانا بنتائج الصدق أو بما قال الله عز وجل هنا، قال لله ملك السماوات والأرض. أنا أبغى أقف معك وقفة بسيطة في قضية ما يزيد الإيمان وما يدفعه وما يثبت الإنسان. يعني يا أخوان أنا الآن أنا مؤمن وأنت مؤمن وكل إنسان مؤمن يشاهدنا الآن، وش الأشياء التي تزيدك ثبات على هذا الدين والأشياء التي تجعل يقينك قوي بالله سبحانه وتعالى؟ نحن نشاهد الآن الله سبحانه وتعالى جعل لنا شيء نتفكر فيه، هو من الإيمان الذي يزيد. يعني الآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أول أمر التفكر في مخلوقات الله الكونية. يا أخوان يعني أنا ما أظن الكلام جديد عليك، لكني أنا سأذكر به وأصفي مثل ما يقول نشيل الصدى شوي. قائل: إذا نظرنا للجبال، نظرنا لليل والنهار، نظرنا للبحار، كل واحد لو تتكلم عنه بساعات ما تنتهي. الجبال كيف خلقها الله، كيف جعل الله في الجبال أرض رواسي واللي يكون تحت أكثر من اللي يكون ظاهر، البحار وأعماق البحار كيفها، الجبال الأنهار التي تذهب مياهها في البحار، هذه من مجمل خلق الله سبحانه وتعالى اللي الإنسان إذا توقف وتأملها زاد إيمانه بلا شك ودفعه لليقين بأن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. الآيات الشرعية يا أخوان، تو قبل قليل نتكلم عن قضية الصدق، قضية أهمية وخطورته والصدق في طرح الحديث. الطرح في قضية الصدق، قال الله عز وجل الآيات القرآنية في القرآن وفي السنة، وأهمية الصدق في قضية أنك أنت يؤثر عليك. يا أخوان أنا بس وبتركي تو تكلم عن قضية سورة المائدة والأحكام التي طريت فيها وأنها تسمى سورة العقود. هذه العقود هي المبادئ اللي يسير عليها الإنسان. أنا يا أخوان بكتب عقد بيني وبينك، هذه وثيقة بيني وبينك لازم ألتزم بها، إذا التزمت بها فأنا مؤمن حقيقي، زاد إيماني وثبت عليه. يا أخوان المخلوقات اللي أمامنا مما يزيدنا إيمان، يا أخوان أنا إنسان وأمامي حيوان وأمامنا أشجار وجبال، هل خلق هذا المنوع اللي نوع الله سبحانه وتعالى، وهناك مخلوقات لا نراها الجن، هل خلق هذا كله هو اللي يزيد الإنسان إيمان؟ بس مجرد التأمل فيها تزيدك إيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء. هالمخلوقات اللي نشوفها واللي ما نشوفها يذكرون إن فيه جن، وين الجن هذا؟ شفناهم أشكالهم عرفناهم، يذكر إن فيه مكان في دولة من الدول فيه كذا وكذا وكذا، ما شفناه لكن نؤمن به لأن ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبين أنه يخسف بجيش، نؤمن به إيمان. الإيمان هذا هو اللي يثبت الإنسان. ولهذا ذكر من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمغيبات، أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خير وشر، بالمغيبات التي لا نراها، هذه من وسائل الثبات على دين الله. هذه كلمات بسيطة. والآية الأخيرة، الآيتين الأخيرات مليئة، وبتركي ما قصر جزاه الله خير أبو سلمان. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن ويجعل القرآن حجة لنا لا علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا أبو عبد الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وكذلك في هذه السورة العظيمة كلنا.